اخي المواطن، تعال شوف اللي هيتعمل فيك ايه، تعال شوف اللي السيسي بيخطط ليه يتعمل فيك بعد الانتخابات، وقناة العربية افشت هذا السر وما لبست دقائق، مش هقول لك ساعات، دقائق، وحذفت الخبر. الخبر اللي على ما يبدو خرج من مصدر قوي جدا جدا ومصدر مسؤول رفيع المستوى في مصر لقناة العربية، نزلت خبر حذفته على طول. الخبر بيتكلم عن اصلاحات اقتصادية السيسي هيعملها تاني في المواطن المصري اللي جوه مصر. قبل ما اوريك خبر قناة العربية، فاكر الخبر اللطيف ده اللي اتعمل في 2018، وقبل منه في خبر زيه اتعمل في 2015 وبقول لك السيسي يصارح الشعب لابد من الاصلاحات الاقتصاديه؟ الاصلاحات الاقتصاديه كان ساعتها عباره عن ايه يا مواطن؟ بدايه رفع اسعار الوقود، بدايه خفض الدعم عن الشعب المصري، بدايه تقليل قيمه رغيف العيش، بدايه رفع اسعار المواصلات، رفع اسعار السلع، انخفاض قيمه الراتب، بعض الموظفين يمشوا من وظائفهم، اغلاق بعض المصانع، ده كانت البداية. فاكر انت الاصلاحات الاقتصادية العظيمة دي؟ فقناة العربية نزلت نفس الخبر ده امبارح اللي امام حضرتك ده، وقالت لك الدولة المصرية تصارح الشعب، هي بتقول على السيسي، السيسي اللي بيقول الدولة المصرية تصارح الشعب المصري بان لابد من موضوع الاصلاحات الاقتصادية. فاكر انت السيسي ايها المواطن المصري لما من حوالي يجي شهر خرج وقلنا صندوق النقد قال له تعوم وترفع وتعوم الجنيه وترفع الفايدة، رد قال لك لا 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 ما نقعدش فيها، هو عارف نفسه لازم يقعد فيها، لو ما قعدش فيها ده هيتعمل فيه اللي هو عارف ان لو ما قعدش على الكرسي، لو اتشال من الكرسي ثانية هيتعمل فيه اللي، عارف انت القذافي؟ هيتعمل فيما بعد القذافي، اللي. فالمهم السيسي بعد ما عوم الفايده راحت قناه العربيه نشر الخبر اللي انا لسه عارضه لحضرتك ده. طيب الخبر ده المغزى منه ايه؟ وليه قناه العربيه حذفته بعد دقائق من نشر الخبر؟ الخبر ده معناه ان ما عليك كل الاصلاحات الاقتصاديه اللي انت شفتها، كل رفع السلع اللي انت شفته، كل انخفاض الدولار اللي مش موجود، بيع المصانع اللي اتباعت، بيع الشركات اللي اتباع، كل اللي حصل في مصر في خلال 10 سنوات من الاقتصاد لا يشبع قيمة الفشل اللي عمله عبد الفتاح السيسي، فهو مضطر ان يعمل فيك اضعافا مضاعفة مما حصل. يعني شوف انت ما عليك في 2014 او 2013 قبل ما نشيل مرسي قبل ما نشيله، كنت بتجيب كيلو اللحمه بكام؟ ب 40 جنيه، دلوقتي بكام؟ ب 400 جنيه، مع الاصلاحات اللطيفه اللي بتتعمل هو زودك كام بقى؟ 10 اضعاف اهو، من 40 بقت ب 400، هو محتاج بقى ان يعمل فيك كده تاني، اما 400 تبقى ب 800، تبقى ب 1000 كيلو اللحمه، ازازه الزيت اللي ما بتعرفش تشتريها دلوقتي يكون سعرها الضعف، ويظل قيمه الراتب بتاعك كما هو. اصلاحات اقتصاديه عظيمه ستحدث للشعب المصري، قناه العربيه ما قدرتش تتحمل دقائق الا وحذفت الخبر، الا وحذفته. قناه العربيه على ما يبدو ان احد من مسؤولين رفيع المستوى في مصر اللي سرب لها المعلومه، سرب لها المعلومة. أولا قناة العربية ونظام ابن سلمان مش من مصلحته إن يحصل احتقان في الشارع المصري، خاصة أثناء انتخابات عبد الفتاح السيسي. السيسي كده 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 كده، أنا بقولها لك أهو، أنا بقولها لك أيها المواطن، النهاردة 6 أغسطس الذكرى الثامنة للحفرة، أنا بقول لك في 2023، شوف بعد 3 4 5 شهور من الانتخابات قال إيه اللي هو هيبقى فيها أحمد طنطاوي وعندنا انتخابات نزيهة، شوف بعد السيسي ما ياخد الانتخابات دي هيعمل ايه؟ هيعوم الجنيه تعويم، احنا هننزل من تحت القعر كده من عند سفينه التايتانيك، هيرفع الاسعار رفعه ما حصلتش، وهتظل قيمه الراتب بتاعك كما هو، وعدد الموظفين اللي في الدوله هيتم تقليصهم. ليه؟ هو عايز يطبق سياسات صندوق النقد الدولي بدرجه الارجنتين، شاف انت الارجنتين، وشاف انت البيزو الارجنتيني اللي هي عمله الارجنتين، لازم الجنيه المصري يكون عامل زي البيزو الارجنتيني، تلاقي الدولار كده ب 7000 جنيه. عدد الموظفين يتم تقليصهم، رفع الدعم عن الشعب تماما، فنصل لمرحله الارجنتين زائد مرحله فنزويلا، احط معاهم في الخلاط سريلانكا واختنا وحبيبتنا الشقيقه لبنان، واليونان الجميله اللي كل شويه يزور عبد الفتاح السيسي واعلام السيسي يفتخر ان اليونان بتزورنا وهي الدوله الاوروبيه الوحيده اللي افلست، فحاجه لطيفه جدا جدا. فالخبر اللي اتشال ده او اللي نزل وتم رفعه مباشره، هل هو رساله من ابن سلمان؟ اصل انت عارف، ما تقنعنيش بقى ان قناه العربيه دي احنا عندنا اعلام حر وممكن ينشر خبر، الدليل ان هو لا يستطيع نشر الخبر، الدليل ان هو شاله الخبر ده اللي امام حضرتك الان، ما بقاش موجود في قناه العربيه. وارد ان يكون كانت رساله من السعوديه لبعض الناس في مصر، الراجل ده هيعمل فيكم كذا بعد الانتخابات الرئاسيه، وارد،
الراجل ده هيعمل فيكم كذا بعد الانتخابات. وارد تكون الرساله بهذا الشق او الرساله تكون بالشق الاخر، ان خبر راح للعربيه، العربيه نزلته، حد من المسؤولين في السعوديه شيل الخبر ده، الواد بتاعنا داخل على انتخابات ومش وكانها انتخابات، بس احنا مش عايزين الشارع يزداد احتقان، الناس تنزل في الشارع ولا حاجه. وضع بيوريك اللي هيحصل لك كمواطن مصري في ظل اللي الجنيه اللي هو بعد رفع الفايده الان الجنيه في السوق الموازيه بقى ب 42، السوق السوداء بقى الجنيه ب 42، القمح المتكدس في الموانئ مش عارفين نجيبه. خرج مين يا ربي؟ عمرو اديب. خرج عمرو اديب، ده بقى عمرو اديب بقى، فانت ما تجيش انت كمواطن فاسله بتايد السيسي، انت بالنسبه له تقوم معرضين، عشان نبقى الموضوع واضح اهو. عمرو اديب خرج يقول لك ان اهم الادويه ما بقتش موجوده في السوق المصري، اهم الادويه. انت بس متخيل احنا في انهي البلد في حاله سكون. يعني ايه حاله سكون؟ حاله وكانها دوله، وكانه نظام، وكان في اقتصاد، وكان في تجاره، وكان في صناعه، وكان كل حاجه، وكان لان الحقيقه البلد في حاله سكون. هذا السكون هيتحرك، هيبقى فيه امواج امتى؟ لما السيسي يعدي موضوع الانتخابات. طبعا هتقول لي يعني هو السيسي فارق معاه الانتخابات ده كده كده، هم ما مش عايزين يحدث اي شيء يجعل الشارع ينزل، هم عايزين دي تعدي بسلام. هو السيسي عامل كنترول، عامل كنترول ده صدقا، عامل كنترول مخلي لا الداخليه تحت كعب رجله، الجيش تحت كعب رجله، القضاء تحت كعب رجله، ما فيش اي ولا كانها دوله، وكانها دوله فقط غير دوله افتراضيه كده. لكن هم برضو مش عايزين الموضوع يفلت منهم. يفلت منهم ازاي؟ ان الناس تنزل، لان لو السيسي طبق الاصلاحات الاقتصاديه دي، لو طبق الاصلاحات الاقتصاديه الان، فما عليك رغيف العيش اللي بتجيبه بحسب ما قال لك وزير التموين، ان احنا القمح بقينا نشتريه بالدولار اغلى، فهو مطالب ان يرفع عليك الاسعار اكتر. يعني هو عايز يرفع عليك قيمه الاسعار اكتر. ده بالنسبه للقمح اللي هو رغيف العيش اللي هو اهم حاجه بالنسبه للشعب المصري، اهم حاجه. فلما يخرج لك بعض انصار السيسي يقول لك الدنيا جميله والدنيا لطيفه والوضع جميل جدا جدا، ربنا يزيدك يا حبيبي من انت من اللي انت فيه، بس الشعب المصري من الاسكندريه لاسوان الاحرار ما لهمش علاقه باللي زيك. يعني اللي زيك اللي هم كانوا بيناصروا فرعون وشافوا بأعينهم موسى وبيضرب بعصاه البحر والبحر انشق، ومع ذلك صدقوا فرعون نزلوا معاه البحر، انتم مصدقين السيسي ونزلتوا معاه لما بقيتوا تحت تايتانيك في بكابورت اقتصادي. فايه فكره ليه قناه العربيه نزلت الخبر وحذفته؟ ليه نزلت الخبر؟ قال لك الدوله المصريه تصارح الشعب، زي ما حصل وعرضت لك نفس الخبر السيسي قاله في 2018 من 5 سنوات بالشكل اللي امام حضرتك ده، وقال لك ان السيسي بيصارح الشعب، وان بعد منها خرج احمد موسى قال لك هيبقى في ياقوت وفي مرجان وفي احمدك يا رب والشعب المصري لازم يستحمل، وخرج السيسي وقتها قال لك اصبروا عليا سنتين، طب شهرين، طب 6 شهور، طب مش عارف ايه، لغايه ما دخلنا اهو داخلين على 2024 الدولار وصل 40 جنيه والشعب المصري لاقي زيت ولا لاقي سكر ولا لاقي اي قمح ولا لاقي اي حاجه ولا لاقي اي حاجه، والسيسي بيقول له بطل هري وورق شجر. فيبقى السؤال ليه قناه العربيه نشرت الخبر وليه سحبته؟ اما تطبيق هذا الامر، يعني هذا الخبر اللي امام حضرتك تطبيقه ايه؟ تطبيقه ان كل اللي انت شايفه الان هتعتبره انت كنت عايش في جنه الخلد في حاله ما السيسي يطبق الخبر اللي انت شايفه. يعني لما يطبق الخبر اللي انت شايفه وضعك الان كانه جنه الخلد بما سيحدث لك مستقبلا. السيسي عايز يعدي فقط لغير موضوع الانتخابات، هيعوم جنيه، هيرفع اسعار بما لا تتخيله، تضخم هيزيد، هينفذ شروط صندوق النقد الدولي بالكامل، وهنروح للبيزو الارجنتيني، وتحيا مصر 3 مرات في الذكرى العاشره ل 30 يونيو المجيده اللي نقصت مصر. سلام عليكم.